كانت فاروق كورة، شايف قرعة الأهلي متوازنة ولا صعبة ولا إيه الدنيا؟ في إيه؟ في كأس العالم للأندية. دي فرصة النادي الأهلي. يا فرصة؟ أه يعني لو رحت المجموعة التانية تخض. كابتن بورتو البرتغالي كويس، تصدر الدوري البرتغالي كويس، كل ده كويس، بس فرصة النادي الأهلي ممكن ينافس على المركز. أه أمال إيه؟ يعني الأهلي ممكن يطلع تاني؟ ممكن. يعني يكسب ميسي؟ يعني ايه يكسب ميسي؟ هو هيلاعب ميسي لوحده ولا هيلاعب فرقه؟ لا مهما كانت ميسي الكره الامريكيه، وسواريز وجوردي البا وبوسكيتش يعني، وممكن يجيبوا لعيبه تاني. ما بيكون عندهم اللعيبه المصريين بيكون عندهم اراده. خلينا نفتكر 2006 2008 2010 تمام، حسن شحاته غير مفاهيم الكوره طبعا، يعني خلى اللعيب بقى الحس بتاعه والانتماء والولاء للبلد قصه ثانيه خالص. اه خلت الشكل اتغير، ما كانش حد يقول مثلا احنا بنلعب بره مصر وهناخد البطوله مرتين. صح. فده الافكار اللي احنا اللي يشتغل عليها. وطبعا النادي الاهلي يعني عنده ولاده وعنده جهاز فني وعنده مجلس اداره يقدروا يخلوا اللعيبه دي يبقى عنده لعيبه. طبعا اللعيبه بتأدي بشكل كويس. خلينا نركز ان التوقيت ده بتاع الكاس العالم هو اعلان نهايه موسم، نهايه موسم، وانت واعلان كمان الجدول بدري قوي. اه طبعا بدري، وده ممكن يعمل ضغط على اللعيبه اللي عايزه تلعب في كاس العالم. يعني دماغهم تفضل شغاله. امال ايه؟ ست شهور ممكن ست شهور يا كابتن فاروق. كل واحد عنده امل، ممكن واحد كل واحد عايز يثبت بقى وجوده في الدوري العام. في البطوله اللي في قطر يعني يثبت وجوده، فدي تبقى مثلا دافع كويس لعيبه النادي الاهلي، وقدرت تشوف لعيبه ثانيه ولعيبه عندها القوه والحماس ان هي مين يمسك ميسي؟ ميسي النهارده عنده كام سنه؟ لا بس دلوقتي 36 سنه. طيب يعني برضك خلي بالك، يعني انا رحت امريكا. امريكا فيها الكوره الفرديه ما فيهاش الكوره الجماعيه، عشان كده برضك هم نفس. انا النهارده كنت بتفرج على مباراه جباره للاتحاد السعودي بيلعب مصر 2-1. قعدت اتفرجت. شوف انت الاتحاد الجماهير كان ليها دور جامد جدا ان هو يجيب هدف في الدقيقه مش عارف 91 جاب هدف، يعني مش عايز اقول هدف، يعني اللعيب ده اتغير اللي كان في البديل بتاعه واقف على الخط عشان هيلعب مكانه. هو لم الكوره ودخل بيها لجوه، عمل نفسه مساحه ورؤيه كويسه وجاب منها هدف. فانا بقول الكوره طول ما انت بتشقى وعايز تأدي وعايز عندك طموح هتقدر تحقق اللي انت عايزه.